اتعلمت ايه من سيدنا النبي ومن حياته؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كل حياته بنتعلم منها، كل الصفات بتاعته صفات حميدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يعلمنا الأمانة واحترام الصلاة الصوم. صلاة صوم عبادة، احنا ما كناش نعرف حاجة خالص على الدين الا من النبي عليه الصلاة والسلام. الإسلام الصدق الأمانة الصدق، وتعلمت ازاي اوفي بالوعد. السنة بتاعته سيدنا محمد الخير، حاجات كتير قوي وصلنا بيها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. كرم والأخلاق، وان احب الناس واساعد الناس. الاخلاق والصبر، الصبر على البلاء. الاخلاق، الصوم، الصلاه، العباده، قيام الليل.